نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. يقول هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية، وكيف نرد على من يقول ذلك وأنه لا يلزم قول الشيخ الفلاني، كيف نتعامل مع طلبة العلم؟ هذا سؤال ثاني ولا إيش؟ نعم سؤال ثاني. نعم الأول مجموعة من المدسوسين على المنهج السلفي واللابسين للمنهج السلفي زورا ركزوا على قضية الجرح والتعديل، نصحح ولا نجرح، نريد منهجا واسعا أفيح يسع الأمة كلها، بارك الله، نصحح ولا نهدم، يعني ما فيش تغيير منكر ولا تغيير بدعة ولا شيء، بارك الله فيك، والأمة كلها ندخلها في هذا المنهج الواسع الأفيح، حتى الروافض يدخلون إخواننا، بارك الله فيكم، وشرعوا يكيلون التهم للجرح والتعديل ومن يقوم به، بارك الله فيكم. الجرح حتى وصل بعضهم إلى أن يقول إن الجرح والتعديل ليس له أدلة في الكتاب والسنة. الله أكبر. قلت لهذا القائل كيف تقول هذا الكلام؟ قال خطأ لفظي. بارك الله. بعد ما نشره في أشرطة ونشره كذا قال خطأ لفظي في مذهب. قلت والله هذا خطأ جوهري مو خطأ لفظي. الجرح والتعديل مليء بالأدلة، القرآن مليء بالأدلة، طعن في فرعون، طعن في قوم نوح، طعن في قوم هود، في قوم صالح، في قريش، في أبي لهب، في بارك الله فيك. السنة فيها مليئة، بارك الله فيك. منهج السلف هذا منهج التعديل هو السلاح في وجه أهل البدع، فيريدون تحطيم هذا السلاح وتجريد السلفيين من هذا السلاح الذي استمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طلع أول واحد يحاربه تعليم، وطلع الثاني والثالث والرابع والعاشر وأتباعهم أقوال، وهؤلاء الذين حذرتكم منهم يلبسون لباس السلفية ويفرقون السلفيين بهذه القواعد وبهذه التأصيلات، بارك الله فيه. واحد قتل نفس ورآه شاهدان عدلان أدلياء بالشهادة عند الحاكم الشرعي، بماذا يحكم؟ يحكم بالقصاص، وإلا خالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأشهدوا ذوي عدل منكم، بارك الله فيكم. وأدلة الشهادات وأدلة الجرح والتعديل شيء واحد، فإن غير العدل لا تقبل شهادته، وغير العدل لا تقبل روايته. الكذاب الخائن الذي لا يضبط الكلام هذا لا تقبل منه شهادة ولا يقبل منه جرح ولا تعديل. وإذا كان عالما ورابطا ومثقلا وطعن في شخص قال فلان كذاب يجب على الناس أن يقبلوا قوله، وسار السلف على هذا المنهج، فلان كذاب كذاب، فلان سيء الحب سيء الحب، فلان كذا فلان كذا، فلان مبتدع مرجع خارجي معتزلي كذا، خلص. قال أحمد، قال ابن معين، قال ابن المديني، قال ابن المهدي، قال البخاري، مشت. كيف؟ لأن الله أمر بقبول خبر العدل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا تتبين وتتثبت إلا من خبر الفاسق. خبر الفاسق ما تقول كاذب، بارك الله فيك، يحتمل الصحة لكن أنت لا تثبت، لكن خبر العدل ما دام عدلا ضابطا ينقل عن رسول الله يجب أن تقبل هذا الخبر. ودواوي السنة مليئة بأقوال هؤلاء الصادقين، الصادق العدل يروي عن الصادق العدل، الصادق العدل يروي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قام ديننا على هذا. هؤلاء يحاولون أن يسقطون قواعدنا التي قام عليها ديننا، وحديث رسول الله
أن نقرأ عن الصحابة، أن نقرأ عن الأئمة، بارك الله فيك. كثير منه يأتي عن طريق العدل الواحد ويقبل ويمشي ويجب قبول هذا بدليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الأخبار يقتفى بخبر واحد فقط، ورسول الله كان يرسل الأشخاص، يرسل شخصا إلى كسرى واحد وتقوم به الحجة، ويرسل إلى قيصر شخصا واحدا فتقوم عليه الحجة، وإذا ما دخل في الإسلام بتبليغ رسالة هذا الفرد العدل الصادق إلى رفض الإسلام ولم يتبع رسول الله، رسول الله يجهز له الجيش، وجهز غزوة تبوك للروم بناء على أنهم رفضوا هذه الدعوة التي بلغها رجل واحد عليه الصلاة والسلام، ويرسل إلى البحرين، ويرسل إلى عمان، ويرسل إلى اليمن أفرادا يرسل، وتقبل أخبارهم وتبنى عليهم الحجة، ومن لا يقبل خبرهم تجهز له الجيوش. كيف الآن 10-15 سلفي يتفقون على قضية معينة فترفض ويكون لا بد من الإجماع؟ من قواعدهم أنه لا يقبل تبديع شخص. لو قال 10 من الأئمة المعاصرين أن فلان مبتدئ عنده كذا وكذا وكذا ما يقبل منه. هذا من هؤلاء الذين حذرتكم منهم، يدعون السلفية وهم يهدمون المنهج السلفي وقواعده وأصوله، وكم لهم من التأصيلات الفاسدة. لا يلزمني جي تنقل من كتاب فلان قال في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية كذا وكذا ضلالا واضحا كالشمس، يقول لك ما يلزمني أقبل كلامك. أيده عشرات هذا الكلام، يقول ما يلزمني، عندهم قاعدة ما يلزمني، عندهم قواعد لرفض الحق وقواعد لرد الحق وقواعد في طعن في رد قواعد الجح والتعديل. فتعلموا قواعد الجح والتعديل، وانظروا منهج السلف، وسيروا على نهجهم، ودعوكم من هؤلاء المضللين المهوشين على دين الله الحق وعلى منهج السلف وأهلهم.